السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهاردة معادنا مع برنامج جديد من برامج إخفاء الملفات، موجود متوفر للأندرويد، أجهزة الأندرويد. البرنامج عبارة عن آلة حاسبة وجواها ملف بيهدم الداتا بتاعتك. البرنامج اسمه كالكوليتور، دي الأيقون بتاعة البرنامج. نفتحها. احنا كده بنستخدمه لأول مرة. بتعمل باسورد للبرنامج، وليكن مثلا 1 2 3 4، 1 2 3 4 كرييت. بتختار ريكفري كويتشن، وبتحط الانسر بتاعته. فمثلا ممكن تكتب واتس What's your مثلا father name وبتحط الباص مثلا وليكن أحمد. Save and start. عشان تخش لي بتكتب الباسورد بتاعك 1 2 3 4، بيقوم مدخلك. بتبتدي ان انت من هنا، وبيقول لك هنا ان الريكفري باسورد بتاعك، ان انت لو نسيت الباسورد بتاع البرنامج او مش عارف إيه الباسورد بتاع البرنامج ايه، فالريكفري بتاعه 1 1 2 2 3 3 4 4. فانت بتتمكن من انك انت ترجع الباسورد عن طريق ان انت ترست الباسورد، تدخل الباسورد اللي هو 11 22 33 44، وبعد كده تجاوب على السكيورتي انسر. بعدها بتتمكن من انك تستعيد اللوجن على البرنامج من تاني. نخش هنا مثلا، انا عندي بيكتشر وفايل وفيديو. بيكتشر لو انت عايز تضيف صورة بس من مجموعة صور، وعايز تهدنها من الانترنال ستوريج او الجاليري او ايا كان، ومش عايز يعني مش عايزها تبقى متشاف. ممكن تكون الاوراق دي اوراق مهمة، صور، شيكات، حاجة مهمة، او ان انت تهدم فايل بالكامل، او ان انت تهدم فيديو. فاحنا مثلا هنجرب على ان انا اهدن اهايد الفيديو. اروح كده على فيديو، اقول له اد فيديو البوم. طبعا هو البرنامج لازم بيبقى فيه اعلانات. انا عندي هنا فيديو اسمه متصور من لعبة نو ليميت، طبعا معروفة، نيد فور سبيد نو ليميت. طيب قبل ما نهدن الفيديو، تعالوا نرجع كده، نطلع بره البرنامج خالص ونشوف الفيديو وهو موجود في ماي فايلز انترنال ستورج. هيكون موجود في موفيز؟ لا، موجود في دايكوم جيم ميديا نو ليميت. اهو ده الفيديو. ده الفيديو بتاعنا موجود. فنرجع كده ونروح على الكالك ونقول 1 2 3 4، هات الفيديو اد، ونروح على فيديو البوم، الاعلان تاني نو ليميت، نعلم عليه ونقول له، ندوس على علامة اللوك اللي فوق بس. هون فيديو هاز موفد تو كالكوليتور فولت، اهو بقى موجود عندي جوه البرنامج. هنا بيذكرك تاني بان انت قبل ما يعني بيديك شوية تنبيهات كده، ان انت قبل ما تديليت الابليكيشن او ان انت تعمل اي حاجة فيه، تانستول الابليكيشن او تعمل اي حاجة، او تقريز اول الداتا اللي عندك، انك انت تعمل اكسبورت وتانلوك الفايلز اللي موجودة جوه اللي انت عملت لها هايد او لوك ليها يعني. وقبل الفاكتوري ريسيت
برضو لازم تكون مرجع الداتا بتاعتك، ولو في حالة ان انت نسيت الباسورد بترجع الباسورد بتاعك عن طريق ان انت تكتب 11 22 33 44 وتجاوب السؤال اللي هو security answer security question وترجع الداتا بتاعتك، وبعد كده تبقى تعمل اللي انت عايزه. اوكي I got it. نرجع لو رحنا على دايكم جيم ميديا نو ليميت، البرنامج مش هنلاقيه موجود اصلا، اسف الفيديو مش هنلاقيه موجود اصلا، خلاص تم نقله من هنا ودخل في ملف الهيدن بتاع البرنامج اللي هو بتاع كالكليتور.